اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه صلاح الدين الفضائيه، وحلقه جديده من برنامج حوار مفتوح. مشاهدينا الاعزاء، الاعلام او الصحافه، هي الاسم الاكبر هو الصحافه، ويشمل الاعلام والتلفزيون اذاعه مكتوب، بعض قسمها ما بين الصحافه والاعلام، كل وحده طاها جزء، بس احنا ما عندنا بس نقابه واحده، هي نقابه الصحفيين وتضم كل المشتغلين بالصحافه والاعلام. ما عندنا نقابه اعلاميه يعني مركزيه، اكو نقابات للاعلام تشكلت يعني شلون بشكل فردي من اشخاص، ما عندها مركزيه مثل نقابه الصحفيين، نقابه الاطباء، نقابه المحامين. فنقابه الصحفيين شلون التزمت بأن تكون نقابة لكل الإعلاميين والصحفيين، ولكن للأسف نشوف هناك، وراح يصير طبعا محور حلقة اليوم، تغير في مفهوم الإعلام لدى الإعلاميين ولدى المسؤولين ولدى المشاهد والقارئ، عندما يدمج بين الصحافة الحقيقية أو الإعلام الحقيقي وبعض، ما نقول الكل حتى من نتعدى على الجيدين، ممن يدعون الإعلام وهم بعيدين عنه كل البعد، ما لهم علاقة لا بالصحافة لا بالكتابة لا بالإعلام لا بالبرامج لا بكل شيء. مع الأسف ماخذين الصحافة والإعلام عبارة عن تسقيط، عبارة عن ابتزاز، حصل منه فلوس ويطش على السوشيال ميديا، وهاي شغلتهم اللي هي ما. اليوم نتحدث عن عدة محاور في حلقة اليوم حوار مفتوح مع الأستاذ الدكتور أحمد الراشد، نقيب صحفي الأنبار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ. سعيدين جدا. أنا أسعد وأتشرف أن أكون في قناة صلاح الدين الفضائية وبرنامجك. الله يسلمك. وشكري لكل العاملين في طيب الأنبار، أنا أحبها. الله يسلمك. والله كلش احبها، يعني بصراحه عشت بيها فتره دراسه وما شفت الا الخير والطيبه والمحبه من اهلها. الله يسلمك. يا ما كرم على الكل، ماكو زود يعني على الجميع، لكن الانبار صراحه يحبون الضيف، يحبوه يعني ويتعايشون سريعا مع مع اللي يجي من خارج. حاسلك سؤال سياسي قبل ما اطب بالصحافة. انت قلت لي طيب بعدني عن السياسة، بس هو مو سياسي بقدر ما هو، هل تعتبر الأنبار عميد محافظات السنة؟ يعني صراحة التوجه الأخير، يعني هي كل المحافظات لها كل الاحترام والتقدير، والشخوص الذين مثلوا هذه المحافظات في الدولة العراقية في الحكومة المركزية أو في مجلس النواب، الجميع يعني يمثلون هذه المحافظات، لكن التوجه الأخير وهذه توجه للمحافظة صراحة. يعني شو صار كم دورة رئيس برلمان من الأنبار، كل يعني المسؤوليات المهمة، هو ما يصير من الأنبار لو ما مساندين صلاح الدين ومساندين الموصل والجميع مجاملة. بس يعني تعرف انه نقدر نقول الأنبار كان لها دور في إدارة، أكيد في إدارة كثير من الأمور اليوم، خاصة يعني للأقصداني للسنة. نعم. الأنبار يعني طوال فترة الاحتلال، من دخلوا الأمريكان احتلوا العراق وإلى اليوم، عندما تهدأ الأنبار يهدأ العراق. عندما أكو مشكلة بين الحلابسة والعيساويين؟ لا ما أكو مشكلة، مشكلة سياسية. احنا نحاول يعني اليوم مدياتهم للأنبار، لا نأخذ صح، لا نأخذ يعني ما يجري اليوم في السياسة على العشائر العراقية في الأنبار أو هناك تقاطع، لا بالعكس. بس ما اتفقوا أبد، ما اتفقوا، لأن اليوم المصالح السياسية غلبت على كثير من الأمور والثوابت الاجتماعية والعشائرية وغيرها، غلبت. يعني راح استغلك لهذا موضوع حلو مع الأنبار، أنا كلش أحبه، لأن أحب أني أشوف الأنبار متوحدة صراحة. أكيد الجميع يسعى لذلك، يعني وحدتها قوة لهم
وللمكون قوة بشكل يعني شكل كبير طبعاً، يعني ياخذ له دور فعال، ولكن اعتقد هناك من تدخل لتفكيك هذه الوحدة وهذه القوة. يعني بالتأكيد هناك جهات داخلية وخارجية لا تريد أن تكون هناك وحدة، لا في داخل محافظة الأنبار كمحافظة ولا في داخل المحافظات الأخرى كمحافظات متوحدة بها عوامل مشتركة يعني تجمع هذه المحافظات. فهناك من يعزف على هذا الوتر. قبل نقول أنبار نقول دليم. نعم. شو دليم ماكو هسه؟ لا موجودين. يعني ماكو ساحة سياسية. يعني اللي قلت لك أنا اليوم السياسة يعني والله ما ادري شو هذا جتي وياك عن عن الثوابت. يعني اليوم نشوف خلافات سياسيه كبيره وحاده حتى بين اطراف المحافظه نفسهم اللي يمثلون، بس الدليم كانوا يعني كانوا يديرون الساحه. نعم اليوم الوقت اختلف، يعني عشائر العراق عندما كانت في زمن الملوكيه زمن العهد الملكي بالعشرينات الى 58 وبعدين 58 جانا العهد الجمهوري، وهذه اختلفت يعني كثيرا الان، وحتى في قبل الاحتلال في تسعينيات القرن الماضي ايضا اكو اختلاف. اليوم الاحتلال عندما دخل كان الى اهداف كثيره، من ضمن هذه الاهداف تخريب النسيج الاجتماعي خاصه في المحافظات وفي العراق. اليوم خاصة يعني هو لقى يعني لقى تصدي من الأنبار. نعم فهذا يعني يمكن كل يعني احنا عشنا، لأن أنا ابن الأنبار وعشت بال يعني ولا زلت يعني في محافظة الأنبار، يعني ما دخلوا الأمريكان وهذا لم تكن هناك مقاومة، مقاومة انطلقت من محافظة الأنبار، يعني ليس اعتزازا، انطلقت المحافظات الأخرى نعم، ولكن كان الأكثر وما واستمرت أكثر ما واجهه الاحتلال الأمريكي فلوجة معروفة في الفلوجة لم يواجهه في أي مدينة بالعالم أبدا. وعشنا كثير من كنت تدخل داعش أو القاعدة سبب فد نوع من ردة الفعل السلبية يعني المقاومة كانت كبيرة وكان ممكن أن تسقط الاحتلال الأمريكي لولا أن أمريكا صنعت تنظيم القاعدة وصنعت داعش، كل هذه صنيعة أمريكية ب مساعدات نعم. إقليمية نعم. قصد من إيقاع بالمقاومة. اليوم الأمريكان ما يرسلون بعد جيوش حتى يجيشون جيوش ويجون يحتلون، وهذا ما واجهوه في فيتنام في ستينيات القرن الماضي وما واجهوه هنا وبعدها أفغانستان قبلها فيتنام وخسارتهم المذلة في فيتنام. يعني كل هذه الأمور جعلت الأمريكان يفكرون طويلا ويبتعدون عن تجيش الجيوش والخسائر الكبيرة اللي يتعرضون بها، واليوم صارت هذه المسميات اللي يدزون يدزون مكانهم أحد يدافع عنه. ومن الإجرام إنه أنعت هذه المحافظة أو تلك بأنها محافظة داعشية ومحافظة قاعدية وغيرها. هناك من غرر بهم بأمور كثيرة واستهوتهم وصغار العمر ينزلقون سياسي معروف في جانا ويا الخط. من يدير تنظيم القاعدة ومن يدير تنظيم داعش معروف لدى الجميع، ولكن لا أحد يتحدث. أتحدى سياسي يخرج ويقول الأمريكان هم جاوبوا وإحنا هو الرئاسة الأمريكية تقول ترامب يقول شو اسمه هاي شو اسمها كلينتون وأوباما هم اللي صنعوا، حتى من يخرج إلى التقاعد من وزراء الدفاع وهذا ويتكلم كثيرا رايمر وغيره يتكلمون ويتحدثون في مذكراتهم يحجون حقائق، ولكن لا نركز على هذه الحقائق ونيجي ونقول هاي الحقائق ليش يقولوها، ليش ما احنا نفطن لهذا الشيء ونعرف. لكن هنا اليوم الاختلافات السياسية التي جعلت هذا البلد مشتت وعدم عودة للجادة الصحيحة والصواب، العراق كان هو قائد الأمة العربية واليوم أصبحنا بهذا الضعف وبهذا التشتت، لأننا أصبحنا تخندقنا وراء الطائفية وراء الشغلات القصيرة التي مزقت ولا نسيج العراق. محافظ الأنبار منه الآن؟ حلبوسي محمد نوري أم حلبوسي الكربولي جماعة حلبوسي؟ نعم من يعني حزب تقدم أخذ 14 مقعد فله الحق أن يكون يعني تعتقد أنه الحلبوسي سوى شيء في الأنبار؟ طبعا سوى
تسوي شيء. نعم. قل لنا صورة، لأنه البعض بعد أنت من الأنبار، هذا الجزء الأول من الحلقة راح أخليه بس الأنبار. أنت من الأنبار، البعض يقول بس شكل، والبعض يقول لا سوى خدمات، خدم المدينة، المناطق، أهله. طبعا يعني أنا أجي إلى ما قبل فترة الحلبوسي. يعني عندما قلت لك يعني كانت أيام دامية بالهذه، وبدأت عندما بدأت نهضة الأنبار عندما استلم قاسم الفهداوي محافظ الأنبار، وبدأت تخطيط لأن تكون المحافظة بشكل ثاني، وبالفعل أخذت مداها، ولكن جاءت صفحة داعش وخربت أو وقفت هذا الشيء. وعندما عدنا بعد التهجير في 10/4/2016، عندما رجعنا الأنبار شبه مستحيل عودتها، شبه مستحيل، عندما ترى خراب شامل أكثر، يعني مدينة منكوبة حسب ما قرره البرلمان العراقي، مدينة منكوبة، يعني لا يمكن لعاقل رأى بس المدينة، المدينة القرى وكثير من القرى طبعا طبعا، لأن هدمت البيوت وغيرها. لكن صراحة الكل عمل، عندما رجعت الدولة إلى الآن لم تعطي أبناء الأنبار حقهم، يعني بالتعويضات. كثير من البيوت التي هدمت لم تعطي، كثير من الشهداء الذين استشهدوا يعني لم تعطيهم، كثير من الجرحى وغيرهم. طيب يعني هذا الموضوع عندنا نحكي به الجزء الثاني، موضوع النازحين. نعم. والعودة خلينا بالجزء الأول خلينا نخلصه. البناء محافظة الأنبار نهضت لأن التعاون بين من؟ حكومة المحلية اللي هي حكومة يعني، وبين الأهالي الذين إلى الآن صراحة أهل الأنبار ما يرضون نقول عليها بالعرب القليلة بالقليلة يعني، فتعاونوا. يعني أنا مهدم بيتي، ما انتظرت الدولة إلى ما تطيني، عملت ورجعت طبعًا وساعدت ويا الحكومة وغيرها، ونهضت واستكملت ما قبل داعش. وبعد ذلك يعني من كان يعني محافظ صهيب الراوي وهذه، وبعدين استلم السيد محمد الحلبوسي محافظا للأنبار، والسيد علي فرحان من الفترة مالته هو كان نائب فني، وكلها الكل عمله صراحة. واليوم من تروح للأنبار هذا اللي خلى الحلبوسي يحصل على هاي الأصوات. أي طبعا أكيد، لأن اليوم إذا تروح للأنبار تشوف شوارع وتشوف مولات وتشوف بنايات وتشوف أماكن جيدة لم تكن تنزه، مناطق متنزهات، حبانية رجعات، الحبانية غيرها. من تروح مو بس للرمادي اللي هي مركز المحافظة، اللي تروح إلى مدينة الفلوجة كذلك، تروح إلى هيت، إلى اختلاف شوارع تبديل نظافة بالكل. أكو عمل صراحة، يعني مو فقط ميزانية المحافظة، حتى ما نغمض حق هناك منظمات دولية يعني ساهمت مع محافظة UNDP وغيرها، ساهمت مع محافظة الأنبار، وإلا لو نبقى على هذه ما كان عادة حتى ما عادة هذا البناء. حتى لا خاف يزعل عندنا سيد الحلبوسي. سيد الحلبوسي قدم بس استفاد. يعني احنا اليوم كل السياسيين احنا نتكلم عما نريده نحن أبناء الشعب. احنا نريد خدمات، ونريد يعني شغلات اللي نحتاجها، يعني من الخدمات المختلفة، بنى تحتية وغيرها، وبناء ومدينة متحضرة وأمان يعني وغيرها. اللي يقدم يستفاد مثلا حصل كم مقعد؟ حوالي 46 لا مو المحافظ بشكل عام. نعم. فمن قدم سيد الحلبوسي وهذا الأشياء استفاد أنه جت مقاعد طبعا، اللي يزرع يحصد. خلوا نروح فاصل. نعم. مشاهدي الأعزاء فاصل قصير وجاكم وياكم حلقة اليوم الحوار مفتوح، خليكم ويانا. مشاهدي الأعزاء عود ياكم وكمل حلقة اليوم الحوار مفتوح، وضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد الراشد نقيب صحفي الأنبار. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ. عندنا فقرات مهمة تخص النازحين، تقصير إعلامي في الآونة الأخيرة بتسليط الضوء على ملف النازحين، شلون طبعا أكو تقصير بس شلون نقدر نفعله وليش صار هذا التقصير؟ ما
من الإعلام. يعني شو يعني يعني قبل كان الإعلام ماخذ حيز كبير النازحين لأن هو كان حديث الساعة. رجعت ناس بس الآن أكو مجموعة كبيرة من النازحين ما دي يرجعون خوفا من الثار، خوفا من إنه ماكو مكان، فلوس بيوتهم فلشة، ما عندهم فلوس، عدة أسباب اللي قاله تجارة غير مقر. هسه خفتت الصورة الصحفية أو الإعلام المسلط على هذا، شو السبب؟ يعني حقيقة بالبداية أقول إنه الجميع مقصر مع النازحين بدءا من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية إلى مهما كان، يعني فالتقصير موجود، ونحن كإعلام نقول إحنا مقصرين مهما عملنا لم ننقل الصورة الحقيقية لما يعيشه النازحين في مكانات متعددة. يعني حقيقة يعني من تجي على عائلة عوائل نازحة في خيام متهرئة من 2014 ولحد الآن واليوم احنا 2024، هذا الملف الشائك. يعني أنا أقول حتى الإعلام عجز يعني عن 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 مواصلة العمل لنقل الصورة إلى الحكومات. إهداد كبيرة رجعت، إهداد كبيرة رجعت. ليش اللي باق هذول ليش باقين؟ يعني أكيد أسباب مختلفة، اكيد يعني اسباب يعني انتم مثلا عندكم اكيد نازحين بعد حدا موجود أكيد. حتى بالسليمانية يعني موجود. شوف يعني احنا يعني رحتوا عليهم يعني مسؤوليتكم طبعا اكيد. كل الاخوان الزملاء الذين يعملون في المؤسسات الاعلامية المختلفة كانوا متواجدين ونقلوا كثير من سواء بالزيارات بالزيارات اسباب شنو يعني انا اقول لك يعني هناك الاسباب الاولى اللي كانت هي هناك عوائل ما عنده فلوس ترجع لا نقول العوائل التي لها صلة ب ب ب بداعش وهذولي يعني أعتقد قرايبة من عمه هي يعني وهي ممكن نقول على القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني ممكن بهذا الشيء. الشيء الآخر وهو الأهم والأكبر اللي موجود أغلب العوائل اللي موجودة لا زالت بيوتها مهدمة وين ماكو تعويضات ماكو. طيب يعني شلون هذا القرار لعد مال 1/7 لازم تغلق المخيمات؟ يغلق المخيمات بس انت رجع على الحكومات المحليه، هل هيئت الحكومات المحليه اماكن لعوده هذا او لا؟ عندي 30 او 40 عائله او 50 عائله، هذه العوائل هيئتوا بالانبار؟ المفروض يعني المفروض المفروض كل ما تجي وزيره الهجره والمهجرين و تبدي هاي الزيارات اللي موجودة ويخرج المحافظ ويخرج القائم مقام ويخرجون المسؤولين اللي لهم صلة بهذا الموضوع وإنه هيئنا وهيئنا ولكن أنا أعتقد بس أنتوا بالأنبار لو ما حد سمع راح يجوكم ما أدري كم عائلة وراح تدوهم لا أعتقد تفتحون مضيش لا يعني هي الآن يعني لم نرى ولم نسمع من مثلا من الحكومه المحليه من محافظه الانبار والحكومات المحليه اللي موجوده انه قالوا هذا ان البيوت واطئه الكلفه اللي موجوده احنا كملناها وخليناها راح نجيب بهن كملنا اكو لا لا أو لم نسمع مثلا وهناك يعني كثير من بيوت واطئه الكلفه موجوده وجاي تروح يعني لناس لا يستحقونها. كان المفروض يعني للحكومات طبعا منظمات بدها مو مربح طبعا يعني بنوها واطئه الكلفه حتى يجي بيها الفقير مو يجي بيها الزنجيل سياسي وغيره يجي يقعد بيها هاي خليها الفقراء اليوم حتى قضية يعني حتى نربطها حتى قضية الاستثمار اللي جاي نسمع فيها وموجودة في الأنبار وغيرها هذه البيوت التي تبنى بطريقة الاستثمار وتأخذ أرض بدون سعر من الدولة لكنها تبنى لأصحاب الأموال الطائلة لم يستفاد منها الموظف ولا أصحاب الدخل المحدود ولا أصحاب الفقراء ولا غيرهم فلذلك تبنى كل هذه المجمعات السكنية لأصحاب الأموال الكبيرة طيب. للحيتان طيب. وليس أنتم كصحفيين شنو اللي سويتوه للنازحين والمناطق المحررة في موضوع التعويضات في موضوع العفو العام لا. اللي لازم تحكي به هواية يعني الحقيقة ده مناطق المحررة المغيبين يعني كلها شوف. نقاط مهمة أستاذ ياسين يعني نقاط مهمة وأعتقد إذا لو أرجع إلى الوراء قليلا
وأجمع ما قام به الصحفيون، وأحكي أتكلم عن محافظة الأنبار بالضبط، عن مكانات النازحين والزيارات اللي زاروها الصحفيين والتقارير اللي عملوها بمؤسساتهم الإعلامية أكبر بكثير جدا من زيارة المسؤولين إلى الأنبار. أبقى دوك. نعم أبقى دوك على الحديد ولا زال أي؟ ولا زلنا تدري يعني حتى في المناسبات اللي يصير يعني قضية السلات الغذائية وغيرها وغيرها، يعني أكو بعض الشغلات الصحفيين كانوا سبب في أن تصل هذه المواد الغذائية وتأخذ هذه المنظمات مواد غذائية وتأخذها للنازحين. ترى إحنا عيب نقول لك وقف بالأنبار. نعم عيب أكيد. هاي الأنبار أم الخير أكيد يعني أغنى أغنياء العراق هم من الأنبار. صحيح عيب أهل الأنبار شيوخ الأنبار وأغنياء الأنبار من يقول أحد فقير ومنظمة تجي تساعده بالأنبار، والله عيب. هو أو شو مو منظمات للأمانة حتى أي واحد أنتم المنظمات لأبناء الأنبار صراحة. هسه من أقول لك يعني واحد من الأنبار مسويها أوكي أي من أي. الأنبار لا لا أنا أتكلم عن هذا الشيء ولا أتكلم عن منظمات أجنبية. هم الشيوخ يجيبون هاي العالم ويبدونهم ويقعدون يعني صراحة حتى ما نغمض يعني دائرة الهجرة في محافظة الأنبار كثير من الأمور يعني ما كنت أعرف أكو فقير بالأنبار أي. لا. بس المهجرين اللي كانوا الكرد والمسيح اللي كانوا قاعدين بالخالدية صحيح بعض المناطق هاي القديمة اللي تهجروا بزمن صدام نعم مو صحيح لو أنا غلطان نعم هي كانت يمكن أفقر مناطق الأنبار. وشوف يعني احنا في مناطق الأنبار جميعا صراحة الفقراء اللي موجودين في أي منطقة أي منطقة موجودة حتى وإن كان من الأنبار يعني تجد إنه لا يعيش تحت خط الفقر. إيه لا مستوى جيد. إيه؟ لأن مستوى جيد وأبناء الأنبار الأقرباء والأصدقاء والميسورين وغيرهم كلهم. أنا ليش أقول ذول الموجودين النازحين يعني ما معقولة إذا راح للأنبار ودق بابا على طب على شيخ ما لا لا الشيوخ كلهم والله ما مقصين والميسورين أيه؟ من محافظة الأنبار يعطون ولا زالت لحد يعني هسه تفتر في كردستان وتلقى مثلا واحد مكان من نازل بمخيب ويقول لك أنا من الأنبار متنقهر؟ طبعاً أكيد. يعني مو أصلاً من الأنبار بس. يعني يمكن من صارت ال. ولا يهونون طبعاً باقي المحافظات. أكيد. من صار تهجرت عوائل الأنبار. يعني في زمن داعش بال 2014 و15 وجاءوا إلى كردستان حقيقة يعني وكان يعني فتحت أبواب كردستان وأكيد. يعني عدد من المحافظات الجنوبية هم يعني الأنبار يعني كان عاشوا يعني معيشة طبيعية مترفين الحمد لله مترفين ما لم نشاهد أن أن يقفوا لا على اشتغلوا أو وقفوا على اسمه باب منظمة أو شيء الحمد لله بعض العوائل أكو قليلين يعني هاي قضية النازحين صراحة عندما تقول معسكر يعني ببزيبز أو بالعامرية أو غيره يعني يفترض الحكومة هي مسؤولة عنها. صارت مخيمات خارج الأنبار في وقتها. نعم. يمكن على طريق الكربلاء ومن هناك على. هي يعني كربلاء. بزيبز يعني هو ذاك. هو بزيبز على العامرية يعني مدخل بغداد. نعم. وكان هذا الجسر المشؤوم صراحة. يعني أقولها ولا الجسر المشؤوم لأنه الجسر الذي منع أبناء الأنبار الدخول إلى بغداد. عاصمة العراقيين كلهم وكان يعني صراحة موقف مخزي يعني انه ما يدخلون ابناء الانبار او مدري ايش وهذه يضلون يذكرون يعني ابد دائما لا تنسى ايام لا تنسى صراحة يعني الكل يعني شاهد هم صارت انتقائية بهذا الموضوع لا مو انتقائية يعني صراحة يعني يعني هناك يعني فلان يدخل فلان ما يدخل هذا يعني ممكن صار لكن الغالبية كان يمنعونه من الدخول وهذا يعني مو خوف عشتها نعم عشتها نعم إذا أحس بمرارة الحجم لأن ما توقف يعني وتشوف أهلك وتشوف ناسك وتشوف أطفال ونساء وتريد تعبر على جسر حتى تعبر فارة من ضيم داعش أمنعك عن أين عن مدينتك عن عاصمتك عن بلدك عن جهة ثانية تأوي بها أطفالك وعائلتك وأني أقف لك أمنعك ليش شنو اللي أنت يخليك أنت يعني شنو الفرق بيني وبينك أنا عراقي وأنت عراقي
وأنا جاي من ضيم وأنت جاي هذا، يعني هل إنه تتهمني بالإرهاب أو هذا حتى أكون ما تخليني أدخل؟ من 2003 أنت جبتني إلى سؤال مهم اللي جاوبني عليه، هذا بعيدة عن الصحافة وعن السياسة، إلى 2014 دخول داعش نقدر نقول النفسية العراقية تغيرت؟ أكيد أكيد تغيرت، تغيرت كلش النفسية، الحب والطيبة واللطافة العراقيين قلت، تخندقنا وراء أمور يعني جاء بها الاحتلال وثقف وذكاها يعني في داخل واشتغل عليها ونجح نجح واحنا ايضا ساعدناه، احنا الادوات، احنا ساعدنا، احنا الادات، احنا اللي نعمل يعني ما 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 غلقنا الباب امام هذا، المفروض احنا نغلق الباب امامهم وامام من جابوهم، احنا يعني كل العشائر في المنطقه الغربيه والجنوب والشرق والشمال كلها اكو يعني كنا اخوان وكنا عراقيين، ما كان عندنا كان الحب، وين ما تروح انت تروح للبصره يعني اول مره اروح البصره ما يخلوني لا اروح فندق لا يمنا اليوم ما تروح اكيد، وشوف يعني في الايام الاخيره واحنا شاهدناها في بطوله الخليج العربي بالبصره ايش قد البصره احتضنت لحد الان، طيب ايش قد الناس انا احكي لك الانبار سنوات يعني من طبينا لاحد شيوخ ما نجيب اسمه حتى والله ليش البونمر نعم بهيت مو نعم بين هيت وبين الانبار بين هيت وبين بين الرمادي عزمونا هاي احكي لك نعم التسعينات بدايه نهايه الثمانينات اكيد 88 87 شهر رمضان احنا ثلاث اربع شباب طلاب ابنه ويانا كان فالشيخ عزمنا منطقه طلع جير نعم نعم مو هي منطقه جير فيه فراشنا ما انساها يعني صار اقول هاي 40 30 سنه اكثر من 30 سنه 35 سنه فراشنا فرش شنو من 88 وهسه احنا اي اكثر فرشنا فرش مخيف واحنا والعشيرة كلها جتي ذاك اليوم تعشت فيها وسياراتنا انترست صناديق الفواكه والأكل والهذا قال هذا ما احنا عندكم سوينا الخير 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 مال الحمد لله ولا زالت موجوده اكيد اكيد انا متاكد يعني هاي الطيبه قصدي انه الملقه والطيبه وهذه الروح العشائريه الجميله طبعا بعدين العشائر شويه تغيرت هاي الثوابت لا زالت صراحه جميله جدا نعم. انا عشتها جميله كل جميله الدليل انه الانبار ما بها إلى اليوم بس فندق صغير يعني إيه؟ وصغير ولا يفي بالغلط صراحة يعني الآن الفندق الكبير صار يبنون به إلى الآن ما افتتح أي معروف الأنبار الباب ما مسدودة إيه؟ فلذلك أي يعني منطقة الطب ما حد يقفل بابه الزيارات يروحون يم العوائل يعني إيه؟ تروح يم صديق يعني ما يجون يعني الآن مضيف أكو مضيف إيه مضيف في البيوت وهذا يجون اليوم إحنا في جامعة الأنبار يجون مناقشات رسائل ماجستير ودكتوراه وهذا يجي قبل يوم من الموصل من ال بس وجود أقسام داخلية والله مدخلي لأن إذا أنت مشرف الطالب أو رئيس لجنة أو القسم بعد البيوت مال الأساتذة جوا موجودة مقابل أقسام داخلية جامعة الأنبار أقسام داخلية مال البنات وأقسام داخلية مال الولد مال الولد ملعب ملاعب ملاعب والحمد لله الجامعة اليوم هي كان اكو ملعب مال كرة قدم كبير بعده بالجامعة بالجامعة اي وتهدم وهسه نبني ملعب جديد ملعب كبير قاعة موجودة سوينا قاعة أخرى ثانية مال كرة السلة موجودة هاي متعددة الأغراض سوينا اليوم قاعة يمكن بس تكمل ان شاء الله وندعوكم ان شاء الله للافتتاح ما موجوده بكل جامعات العراق ما شاء الله ما شاء الله طبعا حديث بما يخص النازحين والتعويضات وهذا السؤال اكو تعويضات هسه قليله جدا بس بشرك كان يمكن اليوم السيد رئيس الوزراء صرف 2 تريليون ونص كل محافظه ما في تعويضات ان شاء الله لا 2 تريليون كل محافظه ميزانيه من ضمنها نعم. تعويضات اي ممكن 2 تريليون يعني 2500 مليار مليار
يعني حتى لو يبقون منها 500 مليار هم خير هم موجودة. نتمنى والله التعويضات يعني نتمنى تعويضات ورواتب ال شقد يعني تعويضات يعني مليار 10 مليارات 20 مليار يعني احنا كان لقاء تريليون كان لقاء مع السيد محافظ الأنبار قبل اسبوع لنقابة الصحفيين الأنبار ويعني كان يتكلم يقول احنا يعني اريد اسرع في كل شهر ننجز فد 300 معاملة ايش تقريبا المبلغ حشالك لا هو هذني المبالغ اللي تقل عن 30 مليون الواحد لا المبلغ الكلي مال تعويضات ايش ما اعرف يعني صراحه ما ادري بي لكن عد يقول اكثر من 60 الف ما ادري 600 ما ادري قال 600 او 60 الف معامله لا زالت لان تدري استاذ كانت هاي المعاملات مال التعويضات اللي متوفر. فوق 30 مليون لازم تروح الى بغداد الى اللجنه المركزيه هسه توصل حياه محافظ نايمه المعاملات اربع سنين هسه توصل حياه محافظ اي انطوا صلاحيه للمحافظ انه اقل من 30 مليون وانه هو يمشيها فذلك 29.99 وكثير من العوائل اللي اللجنه قررت لهم 100 مليون او 80 مليون قال عمي ما راح قلل طلع اللجنة قال لهم قللوا لي سووا لي 30 حتى أقدر أسوي فد شيء ليش تروح البغداد وما تجي صح صح ما تجي صح خلينا نروح فاصل عشان يلا إذا فاصل قصير رجع نكمل حديثنا مع الأستاذ الدكتور أحمد الراشد نقيب صحفي الأنبار خليكم يانا مشاهدينا الاعزاء نعود وياكم والجزء الاخير من حلقه اليوم من حوار مفتوح وضيفنا الاستاذ الدكتور احمد الراشد نقيب صحفي الانبار ونتحول الى موضوع اخر في هذه الجزء وهذا هذا الموضوع انا دائما اناقشه ويا الصحفيين الاعلاميين القدامى مسؤولين عن الصحافه والاعلام ليش احسهم متهاونين بي نشوف بالكتابات أو بالبرامج دي يصير ابتذال يعني غيرونا صورة الصحافة والإعلام اللي تعلمناها واللي درسناها إنه أنت صحفي مسؤوليتك تنقل خبر تصنع خبر تطلع صورة تنقل صورة إلى المتابع أو المشاهد أو القارئ وهو يحلل يعني ما اني اجي كيف اقول استاذ احمد الراشد كذا محافظ الانبار كذا هاي مو مسؤوليتي يعني اكو صوره قدامي اتحدث بها المواطن هو يريد يقول محافظ زين لو مو زين هذا اللي عرفناه احنا بالاعلام طبعا وكل الصحافه الاستقصائيه اللي تجيب تقارير وتجيب شهود وتجيب كذا حتى توصلك الى معلومه معينه هو يقعد هسه بالبرنامج ويسب ويشتم ويبتز ويقول لك على الإعلام اليوم الإعلام اختلف بشكل كبير صراحة يعني احنا قبل الاحتلال عملنا في مؤسسات والمؤسسات الإعلامية الصحافة وتعلمنا شلون نكتب الخبر وشلون نكتب التقرير والتحقيق وشنه الرأي والرأي الآخر وشلون تنقل الصورة واحترام الآراء واحترام الآراء وعدم السب والقذف والتشهير وغيرها كل هذه الثوابت اللي موجودة وعدنا اليوم في كليات الإعلام العراقية جميعا مادة نسميها أخلاقيات المهنة أكيد أخلاقيات العمل الإعلامي لكن صراحة يعني اليوم كل من يذهب إلى مؤسسة إعلامية ويعمل ينسف هذا اللي درس كلية تقارير في الظهر يقوم يمشي حسب رؤية صاحب صراحة يعني اليوم القانون عند ما يطبق الكل تمشي عدل وعند ما هناك عدم تطبيق للقوانين وانفلات وغيرها يتكلم ما يشاء لذلك يجلس في الفضائية أو يجلس في الإذاعة أو يكتب أو مدري إيش غيرها ويتكلم ما يريد المفروض ما يعني أكو مدير فضائية أو مدير إذاعة رئيس تحرير بالصحيفة احنا كم كنا نكتب الخبر يرجعوننا يا خمس مرات ستة تعال اكتبه جديد علمه هذا هيك هاي غلط هاي اليوم ماكو هذا الشيء الله يذكرك بالخير
مرة فيصل غازي كان مسؤول التصحيح اللغوي في إحدى القنوات. فجيبوا له المذيعين أراقب من بعيد بعيد، فجيبوا له المذيعين الخبر نشرة الأخبار خلوها تصحي شكلها شكل ترسها دواوية حمر. يجي المذيع متخبر شلون يقراها؟ لا عيدها جديد. يقول ما شو راح اسوي؟ تتعلمون تستفادوا تعلم يعني. هو هذا اللي رجل اساسا طبعا صار له 60 سنه يشتغل بالعلم. تعلم المؤسسه الاعلاميه اللي تحترم نفسها وتحترم الاسم والهذا، ما تخلي الاعلامي اللي يكون موجود سواء مقدم برنامج او مذيع او غيره يتعدى حدود العمل المهني ويتعدى حدود حتى الثوابت الاجتماعية اللي موجودة. يعني عندنا اليوم ماكو اعتدال مو طبيعي بالجمل يعني بالكلمات بالتصرف. تدري اليوم يعني احنا يعني احنا نقول ايضا بال2003 وهذا الكم الهائل من المؤسسات الإعلامية يعني استوعب كثير من الناس الذين لم يدرسوا الإعلام ولم يدخلوا دورات إعلامية وفقط عنده يجوز كاريزما زينه او شكل مدريش وحده حلوه ومدريش وجيبه لكن هو يعني جيبت برامج مقدم برامج يشحن بهذا وهذا حتى يتحركون يشحن بيهم موجود عنده بقنواتنا كلهم اشتغلوا نفس طريقه فيصل القاسم الاستاذ فيصل القاسم والجزيره طبعا هو مشهور بطريقته نعم كل المذيعين ومقدمين برامج اللي جوي قام يشتغلون مثل فيصل قاسم يجيبون اثنين يتفقون وياهم ويكاونوهم ويطلعون برا يقعدون سوا يقعدون يشربون شاي ويقعدون يتعشون سوا استشفيت لك لو شاي من يخرجون يعني مو شاي لا يروحون غير مكان يعني شوف هي هاي ثوابت المفروض تظل بها. يعني اليوم من واحد يريد ياخذ عضويه نقابه الصحفيين اكو شروط يعني يدخل لها، لذلك يعني تجد الكل يعني احنا بدنا نواجه مشكله يجي هو تو جاي بالاعلام تعال تصوني هويه نقابه. لا تزعل مني استاذ تزعل لو صارت شعط ومعاط نقابه الصحفيين مو لا هو شنو هويات يعني انا لقيناها هويات اي شوف ناشرين هويات اعلام مو هويات اعلام اذا هويات مؤسسه اعلاميه تختلف حتى نقابه الصحفيين لا نقابه الصحفيين اكو شروط صراحه اليوم فقط خريجي الاعلام من ياخذون يجوز عندكم هذا لا كل العراق نقابه الصحفيين ما صار بها خلل يعني شوف اكيد اكو خلل في كل مؤسسات العراق يعني مو نقابه الصحفيين وغير لكن اتكلم لك عن يعني النقابات الانباء يعني ما ممكن واحد يجي هو ما مخلص اعداديه وياخذ هويتنا لا طبعا مخلص اعداديه وما يشتغل بمؤسسه اعلاميه معناها ما يجتاز اختبار المهني وياخذ ابد هذا كل يتن ثوابت وموجوده استاذ مؤيد اللامي واللجنه انت تجي تقول له الصحفي معروف تعال خذ اختبار لا الصحفي معروف هو شوف سواه اي هو شوف يعني مرات يعني حتى يعني حتى تصير سواسية لا تساوي ما سواسية يعني يجيني سيد أحمد الراشد هسه صح ويجيني واحد ما أعرفه ويقول له تعال بس أكو أني شاهد يعني كثير من الصحفيين الأسماء اللي مثل يجي وعلى أستاذ مؤيد اللامي ما ممكن يقول له روح اختبر يعني يجوز يعني واحد ما معروف بعده أو هذه يقول أنا مثلا عندي شهادة وما أدري إيش لا أكيد لكن الصحفيين المعروفين حضرتك وغير من الأسماء ما ممكن يجي على النقيب وما يعفي من الاختبار يعفي من الاختبار أكيد لأن أكو ثوابت خريج لا تقل عن شهادة لا تقل عن إعدادية مؤسسة إعلامية معتمدة بالنقابة والاختبار الاختبار ممكن عندي شوكت للي من 2010 ما بجدد الهوية ليش؟ ما أحتاج من 2010 هسه مرقل القيد هسه مرقل اي من 2010 من 2011 يمكن طلعت 2010 2012 13 14 شفت احدى القنوات قناه صلاح الدين يمكن مسجله عندنا لا انا كنت بغير مؤسسه اي مسجله وانتم لان يجوز خاف لان بعد يعني ما قرحت
واكثر من مره استاذ، تحياتي استاذ مؤيد لا لا يعني صديق من يتقدم اكثر من مره قال لي تجي وتتدلل. لا بصراحه المفروض ترجعها هسه لان اكو منحه واكو هذا بالعافيه عليها اكو قطع اراضي. والله قال لي يعني قلت بوجه قلت له اكو ناس محتاجين. لا هاي يعني بصراحه حق للصحفي صحيح. صحيح. بس اكو صحفيين محتاجين. صحيح انا شفت اكو صحفي اكو صحفيين قدماء عايش على راتب 500 تطيح احدى المؤسسات. صحيح او يطوق يطوق عايش على المنحه يبيع جرايد قاعد بال مضبوط. هذا اروح اجيبه واعطيه منحه واعطيه قاع. صحيح يعني ما انطي المدير قناه الفلانيه اعطيه قاع لو ياخذ هو راتب 10000 دولار. صحيح. وانا اعطي قاع لو اعطي منحه مليون ترى عيب. هنا اكو مساواه هنا يعني واحد محتاج كلش واحد ما محتاج لكن اكو عامل مشترك بيناتهم اللي هم هويه النقابه. ما يخالف الله يخليك هاي مو من النقابه عندي احكي. لا لا احكي من الذات. اكيد اكيد يعني انت تشكر علي انا احكي من الذات. انا المليون بالسنه المنحه اكو شخص محتاج اكثر مني. صحيح والله العظيم انا اكثر من مره قالوا لي ليش بتروح تاخذها. اقول يا اخي اكو ناس محتاجين اكثر من عندي. اكو ناس وحقيقه هي لا توازي يعني تعب مصرفك يمكن ما لا توازي تعب وما يواجه الصحفيين. مثل ما تعرف حضرتك اليوم بيئه العمل الصحفي في العراق ليست البيئه المثلى للعمل بالضبط. احنا ما اعتمدنا على مؤسسه يعني حتى في من زمان ما اعتمدنا على مؤسسات اذا ما نعتمد على عملنا مساعده او عونه او كذا. عملك وايدك وجهدك طبعاً, طبعا بس اكو ناس جار بيها الزمن. يعني احنا تعرفت كل زين كثير من الصحفيين اللي كانوا يشتغلوا في مؤسسات اعلاميه سابقه سقطت وقعوا هم وقعوا قعدوا وما عندهم حتى تقاعد ورواتب ما عندهم. واكثر واحد تقاعد ماله تلقاه 400 صحيح في هذا الوقت. صح لاني غلطان. عندنا بالنقابه صندوق تقاعد الصحفيين اللي ما عنده تقاعد من الدوله النقابه تعطيه يعني راتب. واعتقد يمكن بالفتره الاخيره يمكن تشكل لجان حتى لزياده الراتب حتى يكون موازي لما نقابة الصحفيين يعني بغداد. نعم حلو. المركز العام لكل الصحفيين اللي طالعين تقاعد او يعني تجاوز عمره وهذه من حقه ان يقدم الى النقابه سواء هو في محافظه صلاح الدين او البصره او الانبار او كربلاء او غيره. جميل. النقابه متكفله بهذا الشيء. جميل. صراحه خطوه جيده يعني هاي وهذا من زمان يعني وممكن يعني كل ما يمكن تفعيله تقويته الصحيح. حتى بالضبط. النقابه تسعى الى ان تكون ممكن اذا يفتح. انا متاكد كنقابة صحفيين هذا المشروع لصندوق التقاعد إذا يفتح خط ويا الحكومة تكون نسبة من النقابة ونسبة من الحكومة يصعد الراتب. صحيح أعتقد 100% يعني أنا جازم أنه الحكومة ما راح تقصر بهذا. لا ما راح تقصر لأن قلت لك أكثر مو كان هاي المنحة. نعم مال هذا السنوية تصير هذا الفلوس تصير تقاعد. صراحة هذه المنحة قد ما تقر من الدولة العراقية وهذا عن طريق وزارة الثقافة. لأن تدري اليوم ماكو وزارة إعلام. أي ثقافة. الأمريكان فرضوا على العراق أنه عدم تشكيل وزارة إعلام. هي على أساس دورتين وبعد ذلك ترجع وزارة الإعلام لكنهم لم مشت الأمور. المهم يعني وزارة الثقافة متكفلة بهذا الشيء. وقلت أنه مبلغ المنحة اللي يعطى للصحفيين سنويا لا يوازي عمل وجود بالضبط. الصحفيين بالضبط. وما يواجههم من مخاطر بالضبط. لأن صراحة اليوم العمل الحقيقي العمل الصحفي يواجه خطر يعني كلش كبير في الشارع. أكو ناس بانين يعني على هذه المنحة بانين آمال. والله آمال يسوي شيء اللي ما بسوي اليوم بسوي. أيضا النقابة على قضية قطع الأراضي والقتال أنه مع يعني المحافظين على عيني وراسي أي صحفي ما عنده قطعة أرض والله أنطي يفترض. والله يفترض أي صحفي مو أنت تروح توزعها لأعضاء المجلس وكل واحد عنده بيت قصر. أعضاء مجلس النقابة لو المقربين وتروح تركض تدور وراهم تلقاهم كل واحد عنده بيتين وثلاث قيعان واربع قيعان. بالتأكيد يعني انا اروح ادور صدق للمحتاج صحفي عراقي صار سنين يشتغل بالصحافه العراقيه ما عنده متر. شوف احنا يعني اليوم انا اتكلم عن محافظه انبار. يعني محافظه الانبار دفعنا 16 شهيد صحفي من الاحتلال والى حد الان. كثير من الصحفيين قد ما نزحوا اهاليهم وصلوهم الى كردستان والى مكانات ورجعوا
في منطقة الخالدية في قضاء الحبانية اللي كانت لم تسقط هذه، وظلوا هناك ومع القوات الأمنية وشاركوا. اليوم الصحفيين شاركوا في التحرير لأن يتسابقون مع القوات الأمنية في الوصول إلى الهدف حتى ينقل الصورة وينقل المن الأهل وناسه بأن اليوم تحررت هذه المنطقة، حتى يبعث روح الأمل بالعودة إلى الديار. وهذا جهد، ترى جهد مو قليل يعني انه الصحفي يعطيه. شنو اللي ممكن، الخطوات اللي ممكن تعيد يعني اذا نقول هيبه او الصحافه الى اصلها، الى هيبتها اللي احنا عهدناها، خاصه العراق معروف صراحه يعني اليوم يعني كثير من المسؤولين، اليوم المسؤولين هم جزء من خراب الصحافه، يعني يملكون مؤسسات جزء. اعلاميه مؤسسات اعلاميه وايضا اليوم مهتمين بمن يملك صفحه على الفيسبوك وعلى اكثر من المؤسسه الاعلاميه المحترمه لنفسها ولاسمها واللي موجودين. تشوف ناس تشخبط، نسميها صحافه المواطن، هي لان واحد مهرجانات ما يجيبون الناس اعلاميين او يجيبون هذول المصيبه هذه. المفروض اليوم يعني اقول لك، انا اتفق مع قياده شرطه الانبار والمحافظ وغيره في كثير من ياب الصحفيين، من تسهل له مهمه العمل الاعلامي، من يعمل بمؤسسه اعلاميه، مو اللي اذا تعطي كل واحد عنده صفحه على الفيسبوك يعني راح تخرب الشغله، يعني راح يقعد ويكتب كيفه، يكتب كيفه بعيدا عن ثوابت العمل المهني وبعيدا عن الامور. هذه جزء من المسؤوليه، وحتى اقعد يظل الاعلام الحقيقي اللي موجود اللي عرفناه اليوم، الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، وهذا هذني المؤسسات اللي يعملون بها الصحفيين، هذا اللي ادعمها وتكون اخليها ثابته واخلي. اليوم الحكومات المحليه لم تلتفت الى هذه المؤسسات ولم تلتفت الى الصحفيين، ومعطلة قضية الأراضي ومعطلة كثير من الأمور. يعني الصحفي اليوم يبذل جهود كلش كبيرة، ولكن هذه الجهود لا تقابل إلا بالجفاء من أغلب المسؤولين. نقدر نقول بعض الصحفيين هم اللي سببوا هذا الشيء؟ أكيد هماكو. نعم احنا لا نبرئ ساحة الإعلام، ولكن يعني عندما تجي يعني حتى أضبط الوضع عندي في المحافظة، أمشي وراء الصح مع شلون نقول اللي هو الصحفي الحقيقي اللي يعمل المؤسسه الاعلاميه الحقيقيه، الشخص اللي يقول الصوره حقيقيه ما يكذب ولا ادعم من بيمسح شتوف المبتذل اللي تكلمنا عليه، حضرتك تكلمت عليه في بدايه الحديث، واللي يعملون في صفحات سوداء وصف صحافه صفراء ومدريش، وهذا هذا كله قام يشتغلون استغفر الله بطرق فظيعة، ابتزاز جنسي، ابتزاز أخلاقي، يعني هيك صارت كل هذه الأمور. المفروض احنا نقول يعني أيضا نرجع نقول إذ ما يكون القوانين مفعلة تضبط الكثير، ومنها قوانين محتاج إلى قانون. لدينا قانون، قانون شوية أعتقد أنه كان شوية بعض قانون حقوق الصحفيين اللي أقر البرلمان في شهر 2011 بكثير من الأمور، على أساس أكو بيه تغيير طلبوا بيه منه، مو لو أنا غلطان ممكن يكون تعديل. لا عندنا هسه القانون الجديد اللي هو قانون جرائم المعلوماتية، وهذا اللي يريد السياسيين يفصلون على ما يريد، يريدون يسكتون الصحافة. هو هم حق الصحافة تطلع مصحافة، مهمة احنا الأغلبية اللي دا يصير، وليش انت يسكت الصحافة؟ يعني من يطلع مقدم برامج يسقط شخصية عراقية انت تشتغل للعراق معروفة، ما اريد نذكر اسماء ولا هذا، وده يشتغل شغل حلو، ده يصعد بالاختصاص ماله في جهة معينة، هو وقع لدك بالبرامج مالته، لا يجوز صراحة يعني. ويجيب وين ماكو واحد يكرهه يحكي عليه بالبرنامج. مو قلت لك أنا اليوم ما يصير في مؤسسة إعلامية يصير سب وقذف وشتم. إيه. ممكن أن يكون حتى المؤسسة، مدير المؤسسة، وهذا أن لا يقبل. المصيبة إنه أغلب المؤسسات لأحزاب. اليوم أنا أصير ضد هذا لازم أسقط الشخصية الفلانية وغيرها، ولكن القانون العراقي. لو مقدم برامج قاعد يقول للضيف ماله عضو برلمان قاعد
انت شو انت قاعد اضبر لما منتخب الشعب انت قاعد تسوي له اليوم به كثير بمقدمي البرنامج يعني ياخذ اكثر من مما يستحق يعني خاصه اللي قاعد برا ويقدم والله يعني عجيبه يعني الالتزام حلو الالتزام بالعمل المهني الالتزام بكثير يعني اليوم هذا القانون اللي نتكلم به المفروض يفعل لأن يعني كثير من الأمور اللي مفعلة ينزلون عليه بالفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي يقول إذا ترجال تعال العراق يعني هيك نوصل إلى مرحلة أن يصير الصحفي أو مقدم البرامج أو الإعلامي يهان من جانبين هم من جانب الحكومة وهم من الجانب الشعبي صحيح زين هو هذا اليوم الالتزام الصحيح ما يتعرض لا يتعرض لقانون يعني محكمة أو غيره أو قضاء ولا يتعرض له الشارع أو الجمهور أو بس لا تنسى أنه هناك من يدعم دولة يشجعهم هو هذا هذول اللي دي كتبوا لهم في عشتيدك استالف لا مو هذا الجيوش الإلكترونية نسميها يعني هي اللي جزء من الخراب الكبير اللي جاي يصير ليش احنا دائما نرجع نقول تطبيق القوانين وغيرها هي اللي تخلينا نرجع الى جادة الصواب التعاون مع الاعلام الحقيقي مع هذا هو اللي ينجح الحكومة المحلية ينجح المؤسسات الأمنية ينجح الكل عندما نركض او نلهث وراءه الصفحات السوداء والمخربة اللي تأثر سؤال أخير الإعلام صار تجارة مو كل الإعلام أكو قناة قيمتها مليونين تنباع بعشرة مليونين دولار باعت بعشرة الإعلام ما يجري الصفقات فوق الإعلام أكو خشيف سياسية الله يستر شكرا أستاذ أنا أشكرك أستاذ أحمد الراشد أستاذ دكتور نقيب صحفي الأنبار شكر جزيل على حضورك أرجو أنه ما أزعجناك شاكرين جدا بالعكس حديث جميل لك أستاذ ياسين ولكل الكادر اللي على هذا البرنامج متمنيا لقناتكم الكريمة ولبرنامجك ولك شخصيا التوفيق والنجاح شكرا جزيلا رسالتنا نقاب صحفيين وكل المعنيين بموضوع الصحافة ديروا بالكم على الصحفيين والإعلاميين اللي يحتاجون اللي ما عنده تقاعد اللي أموره تعبانة شوفوه دوروا عليه طول منحة دوروا عليه سووا له راتب دوروا عليه طقاع مو تدزوا رسائل اللي تعالوا خذوا منحة أو مثلا من خلال وسائل مالتكم أنه الكل الصحي أكو صحفيين ما محتاجين وهم يجي وهم يأخذ منحة وهم يأخذ قاع لا والله هذا صندوق التقاعد اللي تحدثنا عنه خلال البرنامج ممكن يندعم من قبلكم ونسبة من الحكومة ويكون أحسن داعم لتقاعد شهري للصحفيين اللي ما عندهم تقاعد وهي خطوة جبارة تسجل للصحفيين ونقابة الصحفيين إذا اشتغلت في هذا تحياتنا لكل من سمعنا وتحياتنا لكل الإخوان الصحفيين والإخوان في نقابة الصحفيين والإخوان في صحفي الأنبار وهذه تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج حوار مفتوح إلى اللقاء.